سؤال، هل ما قام به اليهود في أيام السيد المسيح وما فعلوه بشخص السيد المسيح كان بإيعاز من هيرودس الملك الذي كان يخشى من ملك المسيح مثل أبيه تماما؟ هل لذلك هم أبرياء من دم المسيح؟ لا طبعا، المسألة ما كانتش متوقفة على هيرودس فقط، وإنما الكتبة والفريسيون والكهنة وشيوخ الشعب ومؤامراتهم كلهم واختلافهم مع المسيح في موضوع السبت وحسدتهم إياه من جهة شهرته الكبيرة والتفاف الناس حوله، مش كلها هيرودس، لا إيش دخل هيرودس الموضوع دي؟ كلمة هيرودس ده في الأول خالص، وحتى هيرودس ده اللي كان يخشى من ملكه واللي حدث عهد قتل الأطفال ليس هو هيرودس اللي حدث في عهده صلب المسيح، دي غير دي، هم ليسوا أبرياء من دم المسيح.